عن أشيسكو لعاقة دنبي سيك حاسكي سلايا قاطو صح عدنا وحان في جعلاب وحان الله هاي شينا على الأرض وحان الله هشي ويستاهلا هاي تان لواد وحويان وحان الله سيكي إيو إدريس العبدي مدوبة هنا على هاي نادي بدريم كتا سيفيا وحا كان هنا هشي أنا أدنو أسك دريم كتا سيفيا أنا وحان الله هشي سيكي أنا كرب كسوق أبسادة ما حاس دي كتا وهشيس كودوا كدم بي أمي كل شيء ناس دي كتا وحى كل شيء والله دريم كرا هذا المرحلة اللي بعده نقطة طبعا حالي اللي بعده وحواي اللي بقى ما هو ودني أوفيشال يا بس كسرنا قد وناسين أولي بحيسلة ما توا صوب حني وحن كصوب حني محل جيبي فدي ما توا كصوب حني وحن ما حني مقالة غيب كم إذا سر جيت وحن جونا سنتر كمقالة جوجا محل وحن طبعا إن عن فوكس بوب كسمية أما رأي أرور كسمية دتك رأي جودا سيد أحد أختيهن واحد أهشي لبا قف من لبا يوتيوبر أو لجنة سي كي يدرس لعبدي محلي ده أرى ولي بوح الله هذا الحياة سي أنا عادي هن أو إنما أنا عادي هن الله هذا الحياة ولي بوح كسر الله نكي أرجعها شينا علي ولي بيجري ميزي إيو محل هذا إيو كريستيانو رونالدو أهشي تم حكى في الكرتاه يردي ولي نكي وحوا قل قل يعصب بدن على قد ريميا وهو نسقى إستا إن إستا درتيس وشيين مركا وحن فيرن إن رأي قدتك أما محل هذا وح وقعدن هشين تهشيين سيك يدرس لعبتي يا قدتك الرأي أرورن ترى أما معنا فكر كذا أخلص عنا أخلص عدو ناقص عاجن نوبلو ما شاء الله فرح سنة برنامج كان أقسم مخدم يعني حسن إبراهيم جامع وعي حسن إبراهيم جامع سودو وادوا ولا سودو كل سودو thank you حسن وحربا إن أن سؤال أما أركتي هذا أم كويتيو صح واحد سيدا أكتر واحد أهشي دت إن مدة هالدقاشنا صح دت كاسو كلا سي كي يدرس لعبتي إن مدة وحوي الدقال بقى أنا كده حي سنة ده بدنا سهستين حفلت مين حفلتهم بقى أنا وكده حي صح ما حالي واحد لصوص صار مقال هل سعصونا أيو أو بحالي هذا يكون شينا يعني سي كي يدرس لعبتي أنا ولي بوكسو هالله شينا علي سو نهاية ولي أنا درتي وشيد هذه كم مركب محاكاة قد الرأي أهان طال سيكي يدرس لعب هشيس كودا والله يورتي شيسكا هشيس أدو ناكسن واي سو لوضو تتكار شين علون إنو دو ماهان هشيسكا سانا كدن بي سو لوضان قفو لالو واي مدة تتيالسين إني هدي شيانا ركوس كفي عن واي وقنع سنة هاي سيكي نرأكشن ورأشن كيس نوكيلا وان أهم سنة هاي سيكي ساحب كيب قوينا كلايا خفكا سولالكا واي ساحب مالول بقى جوكت النبط يعاف مالك وسيرتين واكو مركا واكو همبليان إسا أم وسود بين إسا محال هذا هشيس كده والله واكو همبليان يا وان سود بين أوكي تاكيو أدي أدو ما سود بين مركا هر سود بو مقع عياضون أبو بلابا عمر محمد سنة عمر محال هذا سيداد أكتا وحا هشي سيكي يدرس لعبدي محال هذا هشيس كاس سداء وقركتا محال هذا سيدو كله يحي هذا وفرح سنة هشي ينفو هاي لا والله بعد بس رأينا شيئا كان صعب حدا صح هذا هو فرح سنة يعني إيشين وحكي صار الله شين علي ده هاي أنا إيه شين كريستيانو رونالدو يميزي أو هشيء وهاي سومالي ده أنا نيمرا هاي هاي معنا أنا اللي إيه شيء يري محاس ده محاضر وارك تأمل فرينا أقدر له شين علي راح أصور كيس نهدا في سيك يا تاير أنا سيك يا تاير تمام هو بركه وحوا هشيء كان أوقف فرح سنة لجرتين درس لعبتي صح يا أوقف فرح سنة أوكي thank you وما سته مرحبا بكم سيد دبو ولا شيء ماذا عقدنا وبلا باي ماذا عقدوا بيلا حسن بيلا حسن محل هذا بيلا وحان ربعنا سؤالك ويديو سؤال شيء سؤال أركتي هذا سيد هذا وقتها وحاي شيء سي كي يدرس لعبدي أو حفال تم باك الحين هاي حالة أي شيءين محل هذا هشيس كذا أنا حد وحاك سؤال الله شين علي أو أركا إن معناها استوى له شيء أما محل هذا هشيس كمان هذا أهان رأي جاها هشيس كسي سيد هذا أركتا هذا الشيء نعلينا محاكد إليه. والله هذا الكاس محاكد إليه أنا جو حارتو حلا يا هاي الشيء نعلي أرتو حلاه الشيء ويستاهله. هاي. تن لواد وحوي عن حلا يا سيكي إيوه يدرس لعبدي مدوبة هنا على هاي أنا دي بدريم كتر. سيف يعني. واحد كان هنا الشيء أنا أدنو أسك دريم كتر. سيف يعني. أنا حلا يا الشيء سيك أنا كرب كسوق قبصة. ما حاس دي كتر أو هالشيء سكود وقدم بي أم كل شيء ناس دي كتر. واحد كل شيء والله دريم كرا. هذا المرحلة اللي بعده نقطة طبعا. حالي اللي بعده وحوي سيكي ماشي لقاه يستو. هذا هو أكتر هالشيء نعلي ماله وطابته. أسكن الملك على لقمة ذويا. آه. مركب ورنك على وكل كل شيء نوع له. أساساً الله يعني. ومركب هذه الرأي حتى المحاكني له. مركب هالي لبا ودري له. سيكي يدرس لعب. سيكي يدرس لعب ده شخصي وأنا طاير صناعة. وسود وين هالشيء سكود هذه. هذا وسود وين سه. ومحصلته ولا شيء هذه أنا. مركب هرا ولا الكسود يوتيوب مامي بوي أوفيشال يا ما هو ودني
adoo magacaaga noo bilaabay. Waa dhawaa walaal magacaa Sharaf Maxamed Cabdulaal dhaa. Magaca? Cabdisharaf Maxamed Cabdulaal. Cabdisharaf Maxamed Cabdulaal. Cabdisharaf waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo. Su'aashaas oo ah maxaa leedahay sida aad ogtahay waxa aa heshiiyay CK Idris Cabdi oo xifaaltan ba aan ka dhexeyn jiray oo in muddo ay isdagaalsanaa dhowr sano isdagaalsanaayeen. Heshiiskooda sideed u aragtaa? Maxaad is leedahay way ku heshiiyeen ama heshiiskooda kadib maxaa ka dambeeya is leedahay? waxaan isdhahay ana heshiiskooda oo faraxsanaa kule inay heshiiyaan. Maxay ku heshiiyeen ama heshiiskooda maxaa ka dambeeya is leedahay ama ay ku heshiiyeen? waxaa ka dambeeya is leedahay inay Shiino Cali dartiisa heshiiyeen. Shiino Cali dartiisa u heshiiyeen is leedahay? Shiino Cali maxaa leedahay iyo CK way isdagaashanayeen marka saas darteed u heshiiyeen is leedahay miya? Saasaa is leedahay. Adi maxaad dhihi lahayd marka ma ku bogaanin lahayd? Anna waxaan dhihi lahaa heshiiskooda sidaas u jira CK iyo waxa Idris Cabdi. Saasaa dhihi lahayd? Waa soo dhaweyn lahayd? Waa soo dhaweyn. Aad iyo aad baa u mahadsantaa. Aad baa mahadsantaa. Hore kusoo dhawow maxaa leedahay adigu magacaaga noo bilaabay? Bismillaah, magacaygu waa Saad Cabdikhani Saalax. oo ku magac dhahay Ilkacas. Okay. Ilkacasow, sidaad ogtahay waxaa heshiiyey CK Idris Cabdi oo dagaal ba'an ama xifaaltan ba'an uu ka dhexeyn jiray. Maxaa leedahay sideed u aragtaa heshiiskooda? Maxaase ka dambeeya is leedahay in ay heshiiyeen? Heshiiskooda waxaan u arkaa si fiican. Heshiiskooda waxaa ka dambeeya CK in xaaskiisa laga qaato. Sax. Haddana waxaan sii jeclaan lahaa in CK iyo magac kale Idris Cabdi inay isla wadaan saaxiibtinimada. Sax. Saasaa dhihi lahaa. waan ku faraxsanahay inay siiyaan CK Idris Cabdi. Shiino Culeyna wuu ka soo xanaaqaala dhahay. Maxaa leedahay ama heshiiskaas wuxuu u arkay adiga inuu ka xanaaqaala dareemaya? Sidee u aragtaa adiga? Mise maxaa u dhihi lahayd? Maxaa u diri lahayd Shiino Culey? waxaa u diri lahaa inuu iska dhaafo dadkaas oo waxba colaadda isku qabin dhihi lahaa ee saaxiibtinimada isla wadaagaan. aad iyo aad umahadsantaa. waa hagaag asxaabta qaaliga ah, waxaan halkaas kusoo afmeeraynaa ama aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan ugu talagalnay in aan kula soo wareysano ama aan la dhex qaadno mikrofoonka dhalinyarada reer Muqdisho ee annagoo weydiinayno raayigooda ama sida ay ka aaminsan yihiin ama sida ay u arkaan heshiiska CK iyo Idris Cabdi. waad aragtaan barnaamijka dadka raayidaha kala duwan ay ka dhiibteen. ariga ka ahaan ama amika ahaan aad baan ugu faraxsanahay in ay heshiiyeen CK iyo Idris Cabdi. weliba waxay farxad u tahay Soomaaliya oo dhan iyagoo aan bogaadinayo maxaa leedahay heshiiskooda, sababtoo ah marka ay heshiiyeen keliya xalay muuqaalkooda marka uu marayay 16 saacadood waxaa daawatay 200+ iyo 59,000 oo like. weli lama arag youtuber gaaro ama youtube gaaro. waana farxad, waana maxaa leedahay aan ku bogaadinayaa in ay heshiiyeen sababtoo ah waa role model. marka ayaga heshiiyaan waxaan awood u yeelan karnaa ama aan awood u yeelanaynaa in aan la tartanno youtuberada kale ee adduunka, annagoo kula tartamayna magaca Soomaaliyeed. waxaa waaye dadka kale ee ka sii daba jiitamayo Idris Cabdi iyo CK heshiiskooda. waxaan idin leeyahay ama aan idinkugu bogaadinayaa idinkuna in aad ka wantoodaan ama aad iska dhaftaan, sababtoo ah Soomaaliya hadday heshiiso uma aanay heshiinin waxyaabo kale. waxay u heshiisay in ay horumar inoo soo hoydo annagoo dhan, sababtoo ah waa dadka keliya aan maanta isleenahay waxay u tartami karaan youtuberada kale ee adduunka, sababtoo ah haddaadan adiga walaalka aadan taageerin kuma taageerayo caddaan kale ama kuma taageerayo ajnabi kale oo madowa, sababtoo ah walaalka waa in aad adiga taageertaa si oo beri kamaal ee Soomaaliya oo dhan ugu faanto. sababtoo haddii maanta adiga aad taageertid waxa aad ku faanaysaa Soomaaliya oo dhan baa ku faanaysaa. halkaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan makaroofanka la dhex qaaday. haatan haddii aad barnaamijyada noocan oo kale xiisaynaysid noo soo badi dheh, waan soo badinayaa. haddii ay tahay markaa kugu horreysay aad na soo booqato, like inoo saar, inoo sheergaray barnaamijka, commentigana ra'yigaaga noogu dhiib waxa aan maxaa layidhaahdaa adiga fikir ahaan aad noo haysid. waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban, sidaasii nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.